السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز اماني. اليوم جبت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم لعشاق الليمون، تحلية رمضانية لذيذة بزاف واقتصادية. تمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، فاللي بغى المقادير وطريقة التحضير ما ينساش يتابع الفيديو الى الاخر. ندوزو للمقادير. هنحتاج الليمون كما كتشوفوا، هنحتاجو كاس وربع تاع هذا الكاس هذا، هنحتاجو معلقة كبيرة تاع السكر البني، ونحتاجو معلقة كبيرة تاع النشا. دابا نبداو بالعصير هو الأول. بسم الله، نديرو في كاسرونة. دابا نديرو السكر البني. دابا ندخلو، دابا نزيد النشا ونعاود نخلط. واللي بغى يدير اختراع الزهر يقدر يديرها، كيف اختيار. ودابا غادي نحط الكاسرونه تاعتي فوق البوطه ونخليه يتخال شي شويه ونرجع معاكم. بعد ما تقال الخليط كيف ما كتشوفوا هكا كيجي. دابا نكبو في الكيسان. ودابا نخشوهم في الثلاجه يبردوا ونتلاقاو. وهذه هي النتيجه الاخيره تاع التحليه ديالنا. كيف ما كتشوفوا هكا كتجي لذيذه بزاف وسهله التحضير. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، سبسكرايب، تبارطاجيو وتكومونتيو. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.